السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده ايس كريم بالمانجا وبالفراوله وبالفانيليا. ايس كريم ممتاز فعلا. هتدوقوا الطعم وهتعرفوا ان ده من الاصناف اللي انتوا بتشتروها بفلوس كتيره، وهنعمله في البيت بطريقه سهله ان شاء الله. وعلى بركه الله هنبتدي الشغل. عندي 4 صفار بيضات، 4 صفار، وعنده نص كيلو لبن، لبن بودره. انا ما رضيتش اقلبه عشان تتأكدوا بس ان انا بشتغل بلبن بودرة اهوت. ده لبن بودرة. لو ما عندكش لبن، ما عندكش حليب فريش، اشتغل عادي باللبن البودرة، ما فيش فيه اي مشكلة خالص. وعندي 125 جرام سكر، هحط نص السكر على صفار البيض واحط النص التاني على اللبن، وهقلب شوية فانيليا في الصفار وشوية فانيليا في اللبن. والفانيليا مهمة في النوع ده خالص، لأن هو اسمه صوص فاني، صوص بالفانيليا، يعني الفانيليا لازم هتبقى زيادة سنة فيه. هنقلب اللبن ده بالسكر بتاعنا اللي احنا حطيناه، حطينا نص السكر هنا وهنا، وهنخش باللبن على النار يغلي. في الوقت اللي اللبن على النار بيغلي فيه ده، أنا بقلب السكر في صفار البيض تقليب كويس. طبعا بيض البيض اللي هو بتاع ال4 بيضات ده هتغطيهم وهتحطهم في التلاجة عشان الفيديو اللي جاي على طول هنشتغل بيهم، مش هنرميهم يعني. اهو بنقلب كويس صفار البيض مع السكر، تقليب كويس. بعد ما حطينا له الفانيليا ده، قلنا 4 صفار بيضات ونص السكر اللي عندنا اللي هو 125 نصه، وسنة الفانيليا، وبنقلبه كويس جدا. اللبن غلي، هاخد منه شوية على البيض وأقلبه وأرجع اللبن تاني على النار علشان يغلي. هرجعه تاني على النار علشان يرجع للغليان بتاعه تاني. وأنا هقلب البيض في اللبن في السكر ده كويس، وأخش له على النار ونشوف هنعمل إيه بيه. أهو موضوع سهل خالص، وبس عايز تركيز شوية. الخطوة اللي جاية دي هي دي أهم خطوة في الموضوع. اللبن غلى على النار اهوت، هنزل بالخليط بتاعي اللي هو بتاع البيض واللبن والسكر والفانيليا، وايدي بقى في الحل على طول، ما بتتشلش، بقلب على طول على طول. طول ما حضرتك شايف الرغاوي البيضه اللي موجوده على الخليط ده، تعرف ان هو لسه ما ربطش. اما تختفي الرغاوي البيضه ده، هتعرف ان هو بدا يدخل على مرحله الربط. طبعا بنوطي النار سنة صغيرة اهوت، وايدي فيه على طول، والرغاوي موجودة برضو، اللون الابيض موجود على الوش زي ما انتم شايفين. اول ما حطينا البيض كان فقاعات، وبعدين بقى دلوقتي لون بس اهوت، وهيبدأ يختفي والصوص بتاعنا يتقل. بس ايدك فيه على طول، ايدك ما بتترفعش منه لحد ما يتقل الصوص اللي احنا بنعمله ده. ده صوص فانيه بنشتغل بيه في جميع انواع الحلويات. يعني يمكن كنا عاملين الاشترودل في الفيديو اللي فات، الصوص ده بيتقدم مع الاشترودل. بنقلب على طول على طول على طول، واللون الابيض لو تاخد بالك بيه اللي على الوش بيخف، يعني ان هي بتربط اهوت. دي اهم خطوة في الموضوع، لان لو ما اهتمناش بالخطوه ديت البيض بيستوي منك. شوفي البياض اللي على الوش اختفى خالص، والصوص بدا يتقل اهوت. البيض بيستوي ويقطع خلاص، يبقى ملوش لازمه خلاص. ايدي فيه على طول بقلب. موضوع بسيط بس انا بحذر من حاجات مش عايزه تحصل. خلاص تقل الصوص بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين. هصفيه بالمصفه اهو، شايفين تقله صفر بيض. طبعا لازم هيستوي في البيض اهوت زي ما انتم شايفين، بصفيه اهوت. ممكن تكون حاجه كده كده، يبقى ايه الموضوع مش كويس. الحمد لله ما فيش اي حاجه، فيش حاجه في البيض اهوت، صفيته كويس، وهسيبه يبرد بعد كده. بعد ما صفيناه تقليبتين كده، وهنسيبه يبرد بعد كده، دخله التلاجة يبرد. انا عايزه يبرد بسرعة، مش عايزه ياخد وقت في ان هو يبرد.
انا حطيته في الفريزر على فكرة اهوت، عشان عايز اشتغل على طول. انت برضه حطه في الفريزر ما فيش مشكلة، بس من وقت للتاني بتقلبيه عشان ما يربطش. شايفين شكله؟ ده صوص فاني. عندي بقى ايه؟ عندي كريم شانتيه مضروب 200 جرام. هتضربي الكريم شانتيه وتوزني منه 200 جرام، احط عليه الصوص بتاعي شوية شوية مش مرة واحدة كله. حطيت نصه الاول وهقلب اهوت. طبعا عندك كريمة فريش، اضربي برضو كريمة فريش وحط منه 200 جرام، يعني وزني 200 جرام واضربيهم وحطيهم على صوص الفانيليا. ما عندكيش كريمة فريش هتحطي كريم شانتيه باودر زي ما انا شغال كده، وتضربيهم وتوزني 200 جرام. حطينا بقية الكمية بتاعتنا وهنقلب، يعني يا اما كريمة فريش يا اما كريم شانتيه مضروبة. دي 200 ودي 200 برضو نفس الموضوع، بس دي مضروبة 200 ودي سايلة 200. نقلبه كويس جدا وننعمه وندخله في بعضه. وكده انا عندي الاساس بتاع الايس كريم. انا عايز اعمله ايه بقى؟ انا هعمله فراولة وهعمله مانجا. عندي فراولة فروزن وعندي مانجا فروزن. اللي انت عايزاه بقى احطيه بعد كده، بس ده الاساس بقى بتاع الايس كريم اللي هو في ايدي ده. عندي الفراولة، هعمل فراولة. دي فراولة بوريه، فراولة فريزن وهرستها، ملهاش ميزان، حط براحتك يعني اهو. هرستها انا شغال من غير الوان ومن غير اي حاجة، يعني ده الالوان الطبيعية بتاعت الحاجة اهو. هرس الفراولة كويس وهبدأ احط عليها شوية ايس كريم اللي انا عامله. اللي في ايدي الوقت ده ايس كريم فانيليا، يعني اللي في ايدي الوقت ده خلاص ده ايس كريم فانيليا. دخله فريزر هيجمد يبقى فانيليا. انا عايز اعمل منه بقى الفراولة، هديله شوية فراولة اهو مضروبين في الخلاط مثلا، مضروبين مهروسين زي ما تحبي، بس يعني يبقوا ناعمين مش خشنين. وهقلبهم كويس. لا حطيت جيلي ولا حطيت الوان ولا حطيت اي حاجة، الموضوع هيبقى طبيعي جدا وطعمه جميل جدا. وهتدوقوا طعمه وتعرفوا ان زي ما قلت لكم ان ده نوع ايس كريم انتوا بتشتروه بفلوس كتيرة. وهتدوقوا الطعم وهتعرفوا انت بتعمليه في البيت بسهولة جدا، بنص كيلو لبن وشوية فراولة وشوية مانجا. عندي العلبة بتاعتي ديت انا حاططها في الفريزر مسقعها عشان احط فيها على طول الايس كريم اهوت. هفضل ايس كريم في العلبة ديت وادخلها الفريزر وغطي وادخلها الفريزر. لازم بغطي، ما غطيتش بتعمل وش تلج. ايس كريم لازم يتغطى في الفريزر. دخلناه التلاجة، هنعمل المانجا برضو شوية مانجا. دي مانجا فروزن مهروسة برضو اهمت، انا عاملهم برضو كده على بالمعلقة بتاعتي. هي بتبقى فروزن ما بتبقاش مستحملة، يعني بقى سهل انك توصلي للدرجة اللي هي بتاعت البوريه بتاعتها يعني. واحط عليها برضو شوية ايس كريم فانيلي. عايزة تحطي بقى شوكولاتة حطي، عايزة تحطي كراميل تعملي صوص كراميل وتحطي عليه اللي انت عايزاه، اي نوع فاكهة تضربيه وتحطي عليه. وهقلب كويس. والعلبة برضو بتاعتي اهيت، هحط فيها الايس كريم المانجا وادخله في التلاجة متغطي برضو مع الفراولة اهوت. فضلنا الموضوع بسيط خالص وسهل خالص، ما فيش فيه اي تعقيدات اهوت. خطوة بس كده عشان لو فيها هوا يطلع. وعلى الفريزر اللي باقي ده ايس كريم فانيليا، هعبي بقى انا في علبة وادخله الفريزر. يبقى عندي فانيليا ومانجا وفراولة، خرجوا من التلاجة اهوت، فانيليا ومانجا وفراولة اهوت. ده الفانيليا ودي المانجا
ودي الفراوله، دي الالوان الطبيعيه بتاعتهم، ما حطيتش الوان زي ما قلت لكم. عايزه تحط الوان حطي براحتك. وعندي شويه ميه صغيرين، وعندي البوله اللي انا هعبي فيها، ودي معلقه الايس كريم. ما عندكش احطها في الميه بس عشان اقدر ان انا اشتغل بيها. اهو تطلع البوله ملسه كده، ادي بولة الايس كريم جامد وكويس وماسك في بعضه اهوت، والبولة نازلة زي الفل وطعمه جميل جدا، هتجربوه. ودي المانجا. بالنسبة للمانجا والفراولة بيبقى السكر بتاعهم معتدل، لو بتحب السكر عالي هتزودي شوية سكر مع البوري بتاع الفاكهة. ودي الفراولة ما شاء الله طالعة زي الفل اهيت، وطعمه بقول لحضراتكم جميل جدا جدا جدا، انتوا جربوها هتعرفوا. موضوع كله نص كيلو لبن و125 سكر و4 صفار بيض وشوية شوية فراولة، 100 جرام فراولة و100 جرام مانجا. خلاص على كده، بلاش فراولة ومانجا، عندك حتة شوكولاتة حطيها، احرق شوية سكر على النار، اعملهم كراميل وحطيهم. عايزين تاكلوا فانيليا لوحده؟ ماشي اهو شكله. موضوع بسيط جدا وسهل جدا اهو. انا مش عايز اتكلم بس انا عايزكم تدوقوا طعمه، بعد ما تدوقوا طعمه قولوا اللي انتوا عايزينه. اهو شكله جميل جدا وطعمه جميل جدا، زي ما قلت لكم من الانواع اللي انتوا بتشتروا فلوس كتير، سهل جدا في الغرف، سهل في الغرف اهو. شايفين مش مفرز، يعني شايفين الايس كريم بيطلع من العلبه ازاي، مش بيتكسر، يعني معناه ان هو كريمي اهو. شوفوا من المانجا ودي الفراوله، طبعا قطع الفراوله باينه في الايس كريم، وقطع المانجا باينة في المانجا اهو. شكله جميل جدا اهوت، يا ريت تجربوه وتقولوا رأيكم ايه، وان شاء الله هنعمل اصناف تانية كتيرة من الايس كريم لو حبيت. يعني هو ده شكله زي ما انتم شايفين اهوت، المانجا باينة والفراولة باينة، وطعمه مش عايز اقول لكم طعمه شكله ايه، طعمه جميل جدا جدا جدا. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.